وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطنية الأستاذ صلاح باتيس. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح. بداية، اتفاق على تبادل الجثامين دون الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تبادل الأسرى، كيف ترون موقف ميليشيا الحوثي ومنطلقاته في التعامل مع التسوية السلمية في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هو دائما دأبت الميليشيا للأسف الشديد على هذا المنوال، يعني دائما كلما حدثت جولة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة كأن هذه الميليشيا تحظى بحصانة من قبل الأمم المتحدة، بحيث لا يمكن الإعلان عنها رسميا أنها طرف معطل أو معرقل لأي وصول إلى حل سلمي أو تطبيق للقرار 2216 بالطرق السلمية. ولذلك هم لديهم فسحة من الأمم المتحدة. من الواضح جدا كم طالب اليمنيون من كل القوى السياسية، سواء التي في الشرعية أو حتى من المراقبين أو حتى من المحايدين الذين نأوا بأنفسهم عن الصراع، الكل يقول للأمم المتحدة أنتم الذين رعيتم هذا الاتفاق، والأصل أن تعلنوا رسميا عن الطرف المعطل. اليوم الحوثيون يعني لم ينفذوا بندا واحدا من هذه البنود، لا الانسحاب من الحديدة ولا إيقاف القتال في الجبهات ولا إطلاق سراح المعتقلين لديهم ولا حتى الاتفاق على الكشوفات التي وعدوا بأنهم سيرفعوها تبين عدد المعتقلين لديهم حتى يتطابق مع التي قدمتها الشرعية. لذلك يعني ذهبت اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة إلى اقتراح جديد فيما يتعلق بجثامين القتلى للأسف الشديد. ميليشيا الحوثي تتعامل مع الأمر والقضية اليمنية بأنها هي صاحبة القوة، من أين تأتي بهذه القوة في التعامل مع ملف التسوية السلمية للأزمة في اليمن؟ لا أبدا، لا تتعامل بأنها صاحبة القوة. القوة اليوم هي مع الشرعية ومع التحالف العربي، هم محاصرون في أقل من 20% من مساحة اليمن، لكن كما ذكرت لك هم يتعاملون وكأن لديهم حصانة، يعني هم يدركون جيدا أن الأمم المتحدة والمبعوث سواء الأول أو الذي سبقه أو حتى الذي سيأتي لا يمكن أن يعلن عنهم صراحة وعلنا ورسميا أنهم الطرف المعطل أو المعرقل. هم يتعاملون وكأن لديهم طيب لماذا؟ وكأن لديهم، هذا واضح جدا من منذ أن انطلقوا من الحديدة تجاه عمران، ثم وصلوا إلى صنعاء، ثم قاتلوا اليمنيين في كل المحافظات، وحتى بعد أن ضربوا الرئيس الشرعي في معاشيق في عدن وحاصروا تعز وقتلوا أبنائها، وحتى الآن والأمم المتحدة ترفض أن تسميهم جماعة إرهابية أو أن تشير إليهم إشارة صريحة بأنها جماعة متمردة. هم يعتقدوا أن هذه حصانة، يعني الحوثيون اليوم الميليشيا الحوثية تتعامل مع الحدث الذي ترعاه الأمم المتحدة أنهم يحظون بحصانة وحماية دولية، وهذا لن ينفعهم. يعني هل هذا الأمر الذي جعل ميليشيا الحوثي تعتقد بأنها باتت متأكدة أن المجتمع الدولي لن يقف ضدها في ظل هذه المماطلات والخروقات اليومية للاتفاقات؟ نعم بلا شك، ولكننا نحن كيمنيين ننصحهم ونقول لهم أن هذا لن ينفعكم. يعني في اللحظة التي يقرر فيها اليمنيون حسم المعركة، لا شك أن المعركة ستحسم لكن ستكون كلفتها عالية. لذلك اليمنيون دائما يدركون أنه كلما تقدم الجيش الوطني ومقاومته الشعبية تجاه صنعاء سقط العدد أكبر من الضحايا والمدنيين، واستخدمت هذه الميليشيا المدنيين دروعا بشرية وزرعت الألغام بشكل عشوائي وارتكبت الكثير من الجرائم ضد الإنسانية، ومنها تجنيد الأطفال وإرغامهم على القتال في صفوفها. كل هذه تجعل من الشرعية تتأنى أكثر وتعطي فرصة أكبر للأمم المتحدة بأن تضغط على هذه الميليشيات أن تطبق القرار 216 بالطرق السلمية وأن تعود إلى رشدها، علها أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء المدنيين الذين يحاصرونهم بالقوة وبالسلاح الثقيل الذي سيطروا عليه من معسكرات الدولة عندما انقلبوا على الشرعية. الجيش الوطني يتوعد أنه إن لم تلتزم ميليشيا الحوثي بالاتفاقيات ستختار الحرب لحل الأزمة. برأيكم هل المجتمع الدولي والحلفاء مستعدون لهذا الخيار؟ هذا الخيار لا يقرره المجتمع الدولي ولا التحالف، هذا الخيار تقرره الشرعية.
وأنا ذكرت لك أخي الكريم يعني أن الشعب اليمني بقواه الوطنية وبحكومته الشرعية وجيشه الوطني في اللحظة التي يرون فيها أن لا فائدة إلا بالحسم العسكري سيقرر الحسم العسكري، وعند ذلك التزام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بدعم لا. الشرعية في أي قرار تتخذه لا شك أنه سينفذ، ولكن ستكون الكلفة عالية. نحن كيمنيين نقول أنه على الميليشيا الحوثية وعلى الأمم المتحدة التي ترعى هذه الجولات المتتابعة من المفاوضات أن يدركوا جيدا أنه ستكون الكلفة عالية، ولكن لا خيار لنا إلا الحسم. إذا أرادوا أن تكون هناك حلول أقل كلفة فعليهم أن يضغطوا على هذه الميليشيا بأن تنسحب وتسلم سلاح الدولة وتعود إلى المكان الذي أتت من، عند ذلك ممكن أن تكون هناك حلول مع اليمنيين والقانون العدالة الانتقالية سيكون الحاكم على الجميع. نعم، كان معنا من إسطنبول عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس، شكرا جزيلا لك.